الحقيقة معانا حما كهربا الكابتن الكبير عصام الحضري معانا على التليفون. أهلا بيك يا كابتن. كابتن عصام الحضري. ألو ألو. أيوة السكول، أخبارك؟ مبروك يا كابتن عصام. والله الـ الكابتن اللي عندك جوله الساعة 12 قبل الساعة 12 الساعة 12 عندك ميعاد من اولها كده، ميعاد وقاعد قاعد متجسطن وقاعد يتكلم وقاعد يعني طبعا سايباه. ما انت بعت معاهم ابن خالتها يا كابتن مع الدار امان. معلش، ما احنا هو عارف ان في حدود، بس طبعا عشان خاطرك انت النهارده كتر خيرك يا كابتن.